هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا نورة، أهلي عندهم عادات ظالمة، إذا تزوجت البنت ممنوع وعار عليها إنها تتطلق وترجع بيت أهلها حتى لو كان زوجها سيء، لو يسبك أو يضربك، لو يولعون أهله فيك. أصبري، هذا مصيرك وهذا نصيبك، بس لا ترجعين عندنا البيت. وماشيين على هالقانون الظالم لدرجة زوجي طغى فوق الطغيان، لأن للأسف ما حد يردعه ولا لقى أحد يوقفه عند حده. كنت كل ما أزعل وأروح عند أهلي يرجعوني له. ما أطول عليكم، أم زوجي حرمة أعوذ بالله منها، مرة قاسية. هي تبيع بهارات وتسويها بالبيت، تطحنها وتبيعها بأكياس على حريم حارتهم. ومن تزوجت ولدها هي وبناتها مرتاحات، بس تطحن شوي والباقي أنا كله أسويه مع العلب والترتيب، إلين حسيت إني حرفيا طاقة انتهت ولا عاد فيني أقدر أتحمل، وزوجي لو رفضت يموتني. وبيوم من الأيام كان ظهري يوجعني مرة بسبب الدورة ومو قادرة أساعدهم، وعطيت أمه خبر بالواتس وسكرت الجوال ورحت انسدح، وهي ما غير تدق علي وما أرد عليها إلا أقعد المغرب على ضرب قوي بالعقال على ظهري: قومي جعلك ما تقومين. وهو يصارخ ويسب: أمي تشتغل لحالها وانتي نايمة؟ وأنا حرمة ضعيفة ما أقدر أدافع عن نفسي. قام تركني وطلع، وأنا زي الحشر اللي انداست بالأرض، ما لها قيمة أبدا، ما عندها أحد وما عندها ظهر إلا ربي. شلت أغراضي وقلت لعل وعسى أحصل تعاطف من أهلي، رحت بيت أهلي وعلمت أمي أبي أتطلق. قومت قيامتي وقامت تصارخ وتهاوش: ومن متى عندنا هالكلام؟ طلعي من بيتي، ما عندنا بنات يجيبون لنا العار ويتطلقون. أقول لها: يما أنا مظلومة، بس ما رحمتني. كانت ترسل خواتي يتأكدون إذا مشيت أو لا، طردتني بشكل غير مباشر. وفعلا طلعت، بس ما فكرت ولا 1% إني أرجع بيت أهل زوجي، قلت مستحيل أرجع عندهم. عشت عيشة الأموات بس محسوب إني عايشة، أمشي يمين ويسار بهالشوارع ما أدري وين أروح ولا وش مصيري. ما عندي لا زوج زي الناس ولا أهل ينشد فيهم الظهر، كل واحد يشوتني على الثاني زي الكورة. ما فكرت وين أروح، ركبت أوبر وما لقيت نفسي إلا عند باب بيت خالي. دقيت الباب وأبكي، طبعا خالي زوجته متسلطة وقوية، بس بعد ما سمعت سالفتي مع أهلي وأهل زوجي رحمتني وقالت اجلسي عندنا يومين لين تنحل أمورك، تعرفين عندي أولاد شباب، قصدها ما ينفع تطولين عندنا، بس قالتها بذوق. وفعلا جلست أسبوع وأنا محتارة بحياتي، ولا أحد طبعا سأل عني، كني مقطوعة من شجرة. بس زوجي الحنون أرسل لي أنه طلقني، أنا ما فرقت معي كذا ولا كذا، أنا حياتي انتهت معه ولا فكرت فيه. وبعد أسبوع ودعت خالي وطلعت، قال لي: وين بتروحين يا بنتي؟ كذبت أني بروح لعمتي، وأنا كان هدفي الوحيد طبعا أني أطلع من بيت خالي قبل لا زوجته تطردني وينفض صبرها. قلت لازم أطلع بكرامتي، يعني تعرفون مستحيل تتحملني أكثر من 3 أيام، وهي قالتها. المهم رحت أزور واحدة من صديقاتي وقالت لي أنه فرع بندر اللي جنبهم يبون موظفات، والله يجزاها خير سلفتني كم ريال أدبر أموري فيها لين يقبلوني الوظيفة وأجرت لي فندق. طبعا قدمت على الوظيفة وقبلوني، لأن كان عندهم موسم ومضغوطين ومحتاجين موظفات للشغل. تعبت مرة، ضغط مو طبيعي، شغل فظيع وزحمة وزباين وتخفيضات، الناس زي النمل فوق بعض، والموظفين اللي معي تعاملهم كان جدا قاسي ويتكلمون بدون نفس، أقل غلطة يشتموني ويدي تطيح من التعب. تقولون كأن العالم داخلين على مجاعة، شيء مو طبيعي، كل واحد عنده عربيتين. وطبعا فترتها كان يتواصل معي خالي الحنون، لدرجة جاء زارني ببندة وقال لي: ليه مستأجرة يا حبيبتي وبيتي مفتوح لك؟ قلت: يعطيك العافية يا خالي ورايتك بيضة، بس كذا أنا مرتاحة وما أبي أكون ثقيلة على أحد. وصار خالي كل يومين يسير علي ويتطمن، لين أشغلته الحياة وصرت مدري عنه ولا يسأل ولا يتصل. وفترتها انسرق جوالي بالدوام، وحرفيا وقتها أكلت تبن، لأن حرفيا مو حافظ رقم ولا أحد من أهلي ولا حتى حافظ أي رقم إلا رقمي الوحيد اللي حافظته، وما أقدر أطلع جوال جديد عشان الإيجار والمصاريف، وما عندي ولا شيء من أغراضي. طلعت من بيت زوجي بس بشنطة اليد وكم لبسة حطيتهم بكيس، وخلاص انقطعت عن العالم. وبعد فترة طلعت رقم جديد وانفصلت من دوامي، رغم انه كان الدوام يرفع الضغط وكان كمية ضغط مو طبيعية، بس كنت حابته لانه قريب من منطقة اهلي
بس قلت لعله خيرة، ولقيت شغل بمحل عطور بأحد المولات، وتعرفت على الموظفات، صاروا خوات دنيا لي، وحسيت الدنيا لسه بخير. ومضى على استقلالي 8 شهور وأنا وحيدة وغريبة وما حد معي إلا ربي. وبيوم من الأيام قالت لي صديقتي إنها بتروح السوبر ماركت اللي بالمول تقضي كم شي، تعالي معي روحي. قلت لها تمام، رحت معاها وأنا أسولف وأضحك، إلا في وحدة بالمول عرفتني من صوتي وصارت تناديني، وأنا ألتفت بسرعة مو مصدقة. طلعت أختي وضمتني بقوة، قالت مو مصدقة إني شفتك، معقولة؟ ترى لما طلعتي من البيت أمي لا ليلها ليل ولا نهارها نهار، ولما عرفت إنه زوجك طلقك ووصل الخبر لها بعد 2 شهر، حاولنا نوصل لك، رقمك مقفل ولا عنوانك عندنا بعد ما غيرتي، وخالي قال لنا عن مكان شغلك القديم وما حصلناك. أمي مرة تعبانة وتقول إنها تبي تشوفك قبل لا ربي ياخذ امانته، وطبعا ما صدقت اللي قالته، معقوله امي تبغاني؟ المهم رحت معاها، ولما دخلت معاها البيت امي استقبلتني بالدموع، وخواتي كل البيت صار يبكي، وسووا عشاء بمناسبه رجوعي، وتغيرت معاملتهم لي 180 درجه، تغيرت معاملتهم للاحسن وتقبلوني زي ما انا مطلقه. الحمد لله عليك يا رب، ما تنسى عبيدك ابد، وعلمت أمي وخواتي سالفتي كلها، والحمد لله وقفوا معي وساندوني وقالوا إحنا أهلك، ومستحيل إنه بيوم من الأيام نتخلى عنك، ورح تعيشين معانا وتكونين معانا وكلنا يد واحدة. الحمد لله بعد المعاناة هذه كلها ربي هدالي أهلي وهدى أمي وتقبلتني عندها، وقالت ولا 1000 رجال يقدر إنه يمنعني من شوفتك، سواء كان زوجك هذا ولا غيره. والحمد لله 1000 مرة على نعمة الأهل، رغم إنه أهلي كانوا بالبداية سيئين معي، بس رجعوا تعاطفوا معاي الحمد لله، ووقفوا معي وساندوني. وأتمنى من أي بنت زوجها ما يحترمها، لا تقبلي على نفسك الإهانة أبدا، أنت في النهاية إنسانة تستحقي إنه هو يحترمك ويعاملك معاملة الزوجة، يعني لا ترضي بأقل من حقوقك، لا ترضي بالإهانة، لا ترضي بإنه يقلل من قيمتك أيا كان. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، واذا عندكم قصص وتبوني اقولها ارسلوها لي على الانستغرام او السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.